طيب أدينا الخطوات لذلك، إذا يجب أن نستثمر قبل أن يعني تأكل هذه الأموال زي ما ذكرت إنه يأثر عليها. أول حاجة بدك تستثمري لازم تتعرفي على نفسك أنت. نعم. لأنه في شغلة الإنسان عندنا ثلاثة، في مصرف وفي مدخر وفي مستثمر. إذا أنت مصرفة لازم تمر بمرحلة الادخار علشان العقلية تبعتك والبرمجة المالية صحيح. تتغير بحيث أنه أنا أتحول لمستثمر. إذن هذه هي الخطة اللي أضعها. هذه الخطة. طيب هلأ بعد كده وين بدي أستثمر؟ عرفت كيف؟ طبعا احنا دائما بنقول افضل استثمار بالذات، استثمر بذاتك، طور نفسك، طور شيء. هلا استثمار مالي بدك تبدي تمشي تحطي خطه بحيث انه انت تبدي تتوجهي شو اللي هو المبلغ بدك تقدر تستثمري. انا دائما بنقول الاستثمار كالبحر، لازم انا ادخل مراحل شويه شويه، ما اقذف مره واحده في الاستثمار. بمعنى بدي استثمر مثلا في صكوك، بدي استثمر في اسهم، اذا لازم انا اتدرج في موضوع عمليه شراء الاسهم ستيب باي ستيب، بحيث ان انا اقدر اول حاجه اقدر اقف في اي لحظه يصير فيها خطر، او اقدر انا اتراجع في اي لحظه، عرفت كيف؟ او ابدا انا ازيد محفظتي الاستثماريه. علشان كده الاستثمار كثير كثير مهم، وهو عباره عن تكلفه الفرصه البديله. يعني انا اليوم ال 100,000 لو حطيتهم في البنك وما استثمرتهم، انا الاستثمار حيعطيني 10%، اذا انا خسرت ال 10%. طيب يعني